يتسلقون الشهادة باندفاع، يضحون بأرواحهم من أجل العراق ليؤمنوا حياة شعبهم بعز وارتفاع، ويباهوا بجيشهم كل البقاع. بعملية استباقية في بساتين الطارمية نفذها مقاتلين بشرف العسكرية ليحبطوا المخططات الإرهابية ويرسموا لوحة بطولية. مثلما تم التحضير لإنجاح زيارة الإمامين عليهما السلام إدارياً وخدمياً، لقد كانت هنالك جهود أمنية لقيادة عمليات بغداد تعمل لإحكام الأطواق الأمنية للزيارة ومنع حدوث أي خرق يعكر صفوها. بعد ورود معلومات استخباراتية دقيقة عن وجود إرهابيين في منطقة الطارمية يرتدون أحزمة ناسفة يستهدفون الزوار، شرعت قوة من فرقة المشاة السادسة إلى المكان، وبعد الاشتباك مع الإرهابيين استطاعت من قتلهم وإحباط نواياهم الخبيثة. أسفرت العملية الأمنية الاستباقية التي نفذها أبطال قيادة عمليات بغداد عن قتل 3 إرهابيين يرتدون الأحزمة الناسفة. ارجع لسالم وحقق هدفك، هذا هو النجاح، هذا النجاح الاول، تمام؟ ان شاء الله لما ارجع سالمين ما شاء الله وعينك عليك. توكل بالله. كان للقوات الخاصة دور بارز في عمليات التفتيش والمداهمة وتوفير الإسناد للقطاعات المشاركة في العمل. ساهم الجهد الهندسي العسكري بشكل فعال في العملية من خلال تفكيك الأحزمة الناسفة بعد قتل الإرهابيين وفتح الطرق للقطاعات وتسهيل أمر وصولها إلى الأهداف، وذلك لخصوصية المنطقة الزراعية في الطارمية. سارعت الكوادر الطبية في الطبابة العسكرية بإسعاف المصابين وحققت معجزة في عملها بصعقة كهربائية للجريح الملازم أول ليث الخيكاني، أعادت له الحياة، لأن الموت يأبى أن يواجه مقاتلاً بالصراع. وليتابع حالته وزير الدفاع ويأمر بسفره فوراً للعلاج ليعود سالماً لأهله وجيشه. هذا يعني تنفيذ القرار هم يرادة في 3 أيام 4. لا سبب واحد. نعم. رسمي طيار عندنا. نعم. مصايين عندنا يرابطه. نعم. بيز اليوم تكون. بارك الله. هو من يرابطه. بارك الله. أنا أتابع معك وأنا أول كل خطوة موجود وأي مشكلة نحل. بارك الله. وعند العزاء يحضر الوزراء والأقارب والأصدقاء ليقدموا مواساتهم إلى عوائل الشهداء. فنم قرير العين أيها الشهيد، فقد مهدت لأجيالنا كل عيد وقطعت دابر الإرهاب لزمن بعيد. شكرا جزيلا مشاهدينا لحسن المشاهدة، على أمل أن ألقاكم في محطات عسكرية أخرى. دمتم في أمان الله وحفظه.